مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في كافة المدن السعودية خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية بدون فعالية مع 32 درجة مئوية، المحسوسة حوالي 30 درجة مئوية، الرطوبة 60% والرياح تكون خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد في باقي مناطق المملكة، نبدأها من سكاكا 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 26 درجة مئوية مع طقس حار، تبوك أتربة مثارة 39 إلى 23، وعرعر 40 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة أجواء غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار 43 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 32، جدة طقس غائم جزئي 35 إلى 31، مكة المكرمة 42 إلى 31، والطائف زخات رعدية من الأمطار 33 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية أيضا أحوال جوية غير مستقرة، أبها زخات رعدية من الأمطار 31 إلى 20، الباحة 30 إلى 20، وجزان 38 إلى 30 درجة مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 42 إلى 33، حفر الباطن 45 إلى 29، والإحساء طقس شديد الحرارة 46 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 43 إلى 33، نفس الحرارة تقريبا في بريدة مع 43 إلى 30 درجة مئوية، وحائل، أجواء غير مستقرة وفرصة لزخات رعدية من الأمطار 39 إلى 29 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.